في الفيديو عن تفاعلات الإيتو أظهرت لكم كم كان هذا قلوي قوي، وكل هذا حدث بنفس الوقت. القلوي القوي يمكن أن ينتزع الهيدروجين من الكربون هنا ويقوم فقط بنزع البروتون نفسه، وهو لا يسحب الهيدروجين والإلكترون، ومن ثم ذلك الإلكترون ينتقل إلى ذلك الكربون هناك، وهذا يسمح لذلك الكربون حتى يتخلى عن الإلكترون الذي كان يشكل رابطة مع الكلور ليصبح مع أيون الكلور. كل هذا يحدث بنفس الوقت، وأيون الكلور ينحذف. الآن شيء واحد قد يخطر برأسي، وهو لماذا تم اختيار هذا الهيدروجين؟ لماذا لم نختر الهيدروجين هذا هنا؟ لماذا لم نستطيع اختيار هذا الهيدروجين هنا؟ وسأقدم لكم مصطلح، ومن ثم سأقدم لكم قاعدة، ومن ثم سأخبركم لماذا الناس يعتقدون أن هذه القاعدة تجدي نفعا. طبعا بشكل عام الكربون الذي لديه زمر وظيفي عليه هو الكربون ألفا، هو الكربون ألفا سأسميه، هذا الكربون هنا هو الكربون ألفا. وحتى يكون لدينا تفاعل E2 في هذه الحالة، عندما قمت بالفيديو على تفاعلات الE2، القاعدة سوف تنطبق أيضا على تفاعلات الE1، لكن حتى يكون لدينا تفاعل E2 الهيدروجين يجب أن يسرق من قبل الكربون بيتا، وكربون بيتا هو كربون يقع مباشرة بعد الكربون ألفا. إذن هذا الكربون بيتا، وهذا أيضا كربون بيتا. إذن هذا شيء معقول بشكل كامل، بحيث يمكن أن يسرق الهيدروجين من هنا أو يسرقه من هنا. ولنفكر في هذا التفاعل، لنرسم هذا بحيث يمكن تصوره بشكل أفضل. إذن هنا تم سرقته من هذا الكربون بيتا، سأعيد رسم التفاعل حتى نسرقه من كربونات بيتا الأخرى. أريد كلا التفاعلين على الشاشة بنفس الوقت. سأرسم الميثوكسايد. إذا لدينا الأكسجين في رابطة مع الـ O مع الـ CH3 مع مجموعة الميثل. الأكسجين لديه 7 إلكترونات تكافؤ، 1 2 3 4 5 6 7. سأرسم الإلكترون السابع بالإلكترون الذي سيترابط مع الهيدروجين، سأرسمه بالأصفر هكذا. وبدلا من مهاجمة ذلك الهيدروجين أو أخذ ذلك البروتون، هكذا يجب القول، لأنه لا يأخذ الإلكترون معه يقوم به بالنسبة لهذا، إذا ما يفعله هو أنه يأخذ ذلك البروتون أو يترابط مع بروتون الهيدروجين، ومن ثم بروتونات الهيدروجين أو ذلك الإلكترون الهيدروجين يمكن أخذه عندها من قبل هذا الجزيء، من ثم يذهب إلى كربون ألفا ليشكل رابطة ثنائية بين كربون بيتا هذا وكربون ألفا. إذن الآن كربون ألفا هذا يحصل على ذلك الإلكترون، لم يعد يحتاج الإلكترون الذي يرتبط معه، لم يعد يحتاج الإلكترون الذي يرتبط معه. مجموعة الكلور سوف تأخذ الإلكترون إلى الكلور ليشكل أيون الكلور. الكلور هو أكثر كهروسلبية بكثير، وكان أصلا محتضن للإلكترون، الآن سيصبح الإلكترون هنا. والآن بعد أن يحصل ما ذكرناه، المنتجات ستكون هكذا. ما زال لدينا الميثانول تماما كما كان لدينا في التفاعل الأصلي، لأن هذه المجموعة تنتزع هذا الهيدروجين لنرسمه. إذن لدينا الـ OCH3، الـ OCH3 سأرسم كل هذا. لدينا هذا الزوج هناك، لدينا هذا الزوج هنا، ومن ثم لدينا هذا الإلكترون البنفسجي، والآن هو مترابط مع الإلكترون الأصفر هذا، والذي هو الآن على الهيدروجين. إذن هو الآن مترابط مع هذا الإلكترون الأصفر والذي أعطي إلى الهيدروجين. وتأكدوا حتى لا ننسى، هذا الأكسجين هنا لديه 7 إلكترونات تكافؤ، إذن لديه شحنة سالبة. الأكسجين المحايد سيكون لديه 6، إذن هذا بشحنة سالبة. لكن الآن بعد أن أعطى إلكترونه إلى هذا الهيدروجين، سيكون لديه الآن شحنة محايدة، وهو الآن الميثانول، بالضبط مثلما شاهدنا عندما تعلمنا أول مرة عن تفاعلات الإي 1. ونعلم أيضا أن مجموعة الكلور أخذت ذلك الإلكترون، وهي الآن أيون الكلور السالب. إذن لنرسم هذا، وهذا بالضبط نفس الشيء كما هو في الفيديو الأول عن تفاعلات الإي 1. إذن هو الآن أنيون الكلور، قام باختطاف هذا الإلكترون البرتقالي، سأرسمه بالبرتقالي،
قام باختطاف هذا الإلكترون البرتقالي هذا، إذا الآن لديه شحنة سالبة. إذا يمكن التخيل أن الشحنة السالبة انتقلت من الميثوكسايد إلى أنيون الكلور. والآن ما هو مختلف هذه المرة هو أن الرابطة المزدوجة هي الآن بين الكربون رقم 1 والكربون رقم 2 وليس بين الكربون 2 و3. إذا الآن سيبدو بهذا الشكل. إذا الآن النتيجة هذا الناتج إذا سار التفاعل بهذا المسار سيبدو هكذا. لدينا هذا الكربون هنا وهو مترابط مع ذرتي هيدروجين. الآن لديه رابطة ثنائية مع هذا الكربون، لديه رابطة ثنائية، وسأقوم برسم الرابطة الثانية وسأرسم رابطة باي من الرابطة الثنائية بالبنفسجي. هنا سأفترض أن هذه هي رابطة باي، هذا الشكل الجديد للرابطة الثنائية. والآن هذا الكربون والذي كان كربون ألفا الذي كان كربون ألفا هو هنا، هذا كان كربون ألفا هو مترابط مع هيدروجين واحد، ومن ثم سأرسم كل شيء آخر. إذا من ثم لدينا الكربون هذا الكربون مترابط مع ثلاثة هيدروجينات، كان من الممكن كتابة CH3 إذا أردت. هذا الكربون هو مترابط مع ذرتي هيدروجين وانتهينا. إذا بدلا من تفاعل كما شاهدنا في الفيديو الأول تفاعلات الـ E2 بدلا من تشكيل البيوت E 2 إين، الآن لدينا 1 2 3 4 كربونات. إذا ما يزال لدينا بيوت، لكن الرابطة الثنائية هي على الكربون الأول. كان ممكن أن نبدأ 1 2 3 4، إذا يمكن تسمية هذا بيوت 1 إين أو بيوتين، 1 بيوتين لنسميه بيوت 1 إين، وكلاهما صحيح. الآن السؤال هو أي منهما محتمل أكثر ليحدث؟ هل يحدث كلاهما؟ هل يحدث واحد بشكل غير متناسب؟ والجواب نعم، واحد يحدث بشكل غير متناسب. هذا هو المنتج أو المنتج المهيمن. إذا كنت سأنفذ هذا التفاعل وأريد فسيكون الناتج في الغالب أريد الناتج في الغالب السواد الأعظم سيكون بيوت 2 إين وليس بيوت 1 إين. وربما نرى كمية قليلة جدا جدا من هذا، والسؤال هو لماذا؟ أو كيف يمكن أن نكون قادرين تحديد هذا؟ أو كيف يمكن توقع هذا؟ وحتى نتوقع هذا هناك شيء يسمى قاعدة زايتسيف، وقد أكون ألفظ الكلمة بشكل خاطئ سأكتبها أسفل هنا. إذا قاعدة زايتسيف رول، وهي مماثلة أو مشابهة لقاعدة ماركوفينكوف، لكن هذه هي لتفاعلات الحذف. إذا فكرنا في هذا تفاعلات الإضافة التي قمنا بها قبل عدة فيديوهات هي عكس تفاعلات الحذف. في تفاعلات الإضافة نحن نضيف مجموعة الكلور، وفي الحذف نحن نزيلها. قاعدة زايتسيف هي مماثلة لقاعدة ماركوفينكوف. الآن أولا سأطلعكم على القاعدة وأخبركم قليلا لما هي تجزي. نفعا لجنة التحكيم ليست متفقة على هذا، الناس تعتقد أن هذه القاعدة مجزية لكن هم ليسوا متأكدين 100%. قاعدة زايتسيف تنص على أن الكربون الذي سيخسر الهيدروجين هو الذي لديه هيدروجينات أقل. إذن سأكتب هذا أسفل هنا، الكربون المحتمل أكثر ليخسر هيدروجين هو يجب القول بروتون الهيدروجين لأنه يحتفظ بالإلكترون هو الذي لديه هيدروجينات أقل. إذن carbon more likely to lose hydrogen is the one with fewer hydrogens. With fewer hydrogens. إذا نظرنا إلى هذا التفاعل هنا لدينا الكربون ألفا، أما كربون بيتا هذا أو كربون بيتا هذا قد يخسر هيدروجينه، وهذا لديه ثلاثة هيدروجينات عليه، هذا لديه فقط 2. قاعدة زايتسيف تدلنا أن هذا هو الهيدروجين في الواقع البروتون الذي من المحتمل أكثر ليتفاعل مع القاعدة. يمكن أن نظهره أنه البروتون الأكثر حموضة، هو مثل الثمرة المعلقة بشكل منخفض التي يقبض عليها القلوي القوي. الآن سؤال أكثر أهمية، وهذه قاعدة بسيطة لتتبعها، وإذا كان كلاهما لديهم نفس العدد سنرى عندها منتجات متعادلة ويعتمد على أي جانب تصل. الآن السؤال هو لما يحدث هذا؟ وهنا شيء يسمى اقتران مفرط سيدخل حيز التنفيذ. لن أخوض بالتفاصيل في هذا أو بميكانيكا الكاملة. هايبر كونجوكيشن حسناً. هايبر كونجوكيشن حسناً.
عندما قلنا عن الكربون مع الهيدروجينات الأقل هو الكربون الذي محتمل أقل أن يخسر، أو الكربون مع الهيدروجينات الأقل هو الذي يكون محتمل أكثر لأن يخسر بروتون الهيدروجين، لكن الكربون مع الكربونات الأقل أيضا مترابط مع كربونات أكثر. هذا الكربون مترابط مع كربون للخارج من الكربون الألفا، هو عمليا مترابط مع اثنان الألفا، وهذا الكربون هذا هنا مترابط فقط مع الكربون ألفا. الاقتران المفرط هو فكرة أنه ليس الكربون بيتا، لكن الكربونات في الأعلى من هذا تساعد على استقرار الرابطة الثنائية التي تتشكل في النهاية. إنه لدينا إلكترونات أكثر هنا، لأن الكربونات لديها الإلكترونات أكثر لتقديمها مما لدى الهيدروجينات. وفي نهاية الأمر هذا الكربون هو محتمل أكثر أن يكون قادرا على منح الإلكترونات لتتشكل من الناحية اليمنى الرابطة الثنائية أكثر من الناحية اليسرى. لن أخوض في تفاصيل اقتران المفرط، لكنه مستند على فكرة أن الرابطة الثنائية المستقرة أكثر ستتشكل إذا كان لدينا كربونات أخرى بجانب الرابطة الثنائية. الآن طريقة أخرى للتفكير في هذا هو النظر إلى المنتجات. إذا شاهدنا قاعدة زايتسف التي تخبرنا أن البيوت 2 إين هو منتج محتمل أكثر من البيوت 1 إين، وإذا نظرنا إلى بيوت 1 إين يمكن إعادة كتابته بهذا الشكل، يمكن رسم الرابطة الثنائية بهذا الشكل. هذا الكربون هو ما كان كربون ألفا، ألفا يمكن رسم الكربون هنا، ومن ثم هو مترابط مع الهيدروجين، هو مترابط مع الهيدروجين، ومن ثم هو مترابط مع سلسلة من الكربونات. سنكتب فقط R على هذا، ومن ثم هذا الكربون هو مترابط مع ذرتي هيدروجين، مع ذرتي هيدروجين. حسنا، هذا ليس بالضرورة بيوت واحد إين، لقد وضعت آر هنا. الآن بيوت الثاني إين إذا أردت رسمه بهذا الشكل سيبدو هكذا. يمكن تسمية هذا هنا آر الرئيسية، آر الرئيسية، وهي فقط سلسلة من الكربونات، ومن ثم يمكن تسمية هذا آر الثانوية، آر الثانوية. هي ليست حتى سلسلة، هي فقط كربون واحد، لكن إذا سميناها كذلك فإن البيوت إثنان إين، سأرسم هذا هنا حيث هناك متسع أكبر، البيوت إثنان إين سيبدو بهذا الشكل. لدينا الرابطة الثنائية الكربون الكربون. الآن الكربون في الأيسر مترابط مع الهيدروجين، هذا الهيدروجين هناك، والآر الرئيسية هنا، والكربون على الجانب الأيمن مترابط مع الهيدروجين والآر الثانوية. إذا هو مترابط مع الهيدروجين والآر الثانوية. كل ما قمت به هنا لنرى إذا كان بإمكان جعلهم متناسبة جميعها على نفس الشاشة، فقط أعدت رسم هذا واستخرجت السلسلة للخارج بما أنها تخرج بعيدا من الرابطة الثنائية، وقمت بهذا بحيث يمكن أن ننظر إليه بهذا الشكل. يمكن فقط أن يكون لدينا الرابطة الثنائية كنوع من تركيز الاهتمام وحتى نفكر في الذي يحدث حولها. هنا بالنسبة للبيوت واحد إين وقد ذكرنا هذا من قبل، هذا المنتج الأقل، إذا هذا المنتج الأكبر، هذا الأكبر أو المسيطر في المنتج الأقل. إذا خرجنا من الرابطة الثنائية سيكون لدينا فقط مجموعة الكل هناك، تلك آر هنا أعلى، هنا لدينا اثنان، ونقول أن هذا مستبدل أكثر. وعندما نقول مستبدل سنتخيل أننا نبدل الهيدروجين مع سلسلة الكربون مع مجموعات الكل، أو في سلسلة الكربون مع مجموعات الكل. إذا هذا هنا هو مستبدل بشكل أكبر، more substitution. more substitution. والاقتران المفرط فكرته تقول أن هذه سلاسل الكربون التي قرب الرابطة الثنائية تساعد في استقرارها. بعض مع الكترونات رابطة سيجما ومدارات سيجما هي هناك لتساعد في استقرار مدارات باي. والآن هذا متعلق بميكانيكا الكم وكل ذلك. نعلم أن العالم ليس واضح 100% سواء هذه كانت بالتأكيد الآلية أم لا، برغم أن العلماء أجروا التجربة وهم يعلمون أن ما نراه على المنتج الأكثر استبدالا سنرى العكس عند الأقل استبدالا، وكل
هذا يأتي من قاعدة زايتسف. آمل أنكم فهمتم قاعدة زايتسف والاقتران المفرط، وهو نوعا ما مفهوم عميق. نعلم أنه ليس هناك إجماع شامل عليه، وهذا اعتقاد لما قاعدة زايتسف تجدي نفعا، لكن القاعدة نفسها تقول أنه إذا كنا نحاول أن نختار بين كربونين بيتا، الذي سيخسر هيدروجين هو الذي لديه أصلا هيدروجينات أقل، أو الكربون الذي يترابط مع كربونات أكثر. وهذا صحيح، وكل شيء ركزنا عليه الآن هو تفاعل الـ E2، لكن سيكون أيضا صحيح بالنسبة لتفاعل الـ E1.